خلي بالك على العيال يا بعزت. خافيش يا سيدة هدية، الجوز في عينيا الجوز، بس العيال دول ولد مين؟ عيال ياض، ما تخلينيش اندم اني طلبت منك حاجة. عرفتها توديهم فين؟ يا سيدة هدية، هو انا عبيط ولي اوديهم للحجة سنوسي جوز خالي الجناب؟ تديهم لخالتي جواهر في يده، اي حد تاني له ماشي؟ ماشي. وتقول لها اننا مسافرين اسبوع، ولما نعاوده حبقى بعد تاخذ العيال. وحرج عليها ان عم سنوس ده ما يلعبش معاهم، اصل ده راجل مخه على كد وانا ما امنش على عيالي معاه. لا يلعب ايه ده، راجل غتيط وراسه كف الصرمه القديمه. ايه ياد، انت جنيت؟ بتشتم جوز خالتي؟ مش انت اللي قلتي؟ انا اقول انت ما تقولش. طيب. يلا غور من وشي دلوك. طيب. وقف يا بعزك. اتوحشكم يا اولاد، خلوا بالكم من بعضيكم. ها يلا خلصيني، الشمس نجحت راسي. اقطم ياد، يلا غور. طيب. لا اله الا الله، استودعكم الله يا اولاد. دايم المزاريطه دي لازم تاخد جايزه نوبل في الحر. معلش يا سجوني، ديتها يمين ونخلص من الحر ده ونرتاح من هواجرها ونروح نصيفه. مين دول اللي هيصيفوا؟ احنا، انا وانت والكبير. الكبير حجز لنا خلاص. حجز لنا فين؟ كيف كل سنه. انسي، انا مش طالع معاكم. ليه كده يا سجوني؟ انت بتسالي ليه؟ انت مجنونه؟ انا لا يمكن اكرر التجربه دي تاني. انا شفت هناك اللي لا يمكن اشوفه في حياتي. هو ايه اللي حصل؟ جوني شفت الطير قنديل البحر يا جوني. تقريبا متايه فيها بيض، فيها بيض يا جوني. وانا مالي القنديل طلع بكر ولا انتايه ولا في بيض من اساس، وانا مالي؟ وبعدين ماسك القنديل ماسكه بيلعب بيه على اساس انه بات، كانه ماسك قطه شرازي. لا يا سجوني، ما تتمجلتش على نعمه ربنا، ده حتى طعمه زين. او ماي جاد، هو ايه اللي طعمه زين؟ انت بتاكل القنديل؟ اي والله، ليه مش ده الصبيط؟ صبيط؟ انتوا بتاكلوا قنديل البحر يا جماعه؟ ده كائن مسموم. لا ما مسمومش، هو بيلسع هبابه، انت ما تتحملوش، بس لما بتحط عليه ليمون بيبقى طعمه زين قوي. مين المتخلف اللي قالك ان قنديل البحر هو الصبيط؟ الكبير. انا مش طالع معاك، كنت ناس غريبه. ما تبقاش متلحم يا سيديوني، المصيف ما يحلاش غير باللمه. هو خلاص مفيش مصيف في مصر كلها الا الحته دي. طب قول لي مكان تاني غير جمصة وبلطيم. لا في كتير جدي. شرم، راس شيطان، السخنة، جونة، الغردقة، دهب. على فكرة الأجانب لما بيجوا هنا ويروحوا مكان من دول مرة واحدة بيدمنها طول عمره، بيجي دايما. أديك قلتها، أها الأجانب، إنما إحنا المصريين ممنوع نروح هناك. مين الحمار اللي قالك المصريين ممنوع يروحوا هناك؟ الكبير. أو ماي جاد، ده بيشتغلك، بيعملك غسيل مخ يا هدية، بيأكلك القنديل على سن صبيت، وبيقولك الأماكن الحلوة دي ممنوعة علينا. انت صعبت عليا على فكره. بقولك ايه، قولي للكبير يلغي الحجز، انا هحجز لكم في حته كويسه. الغي الحجز؟ كيف ده؟ انا قطمت المر عقبال ما لقيت حجز في فندق الست ام كلثوم. سجوني قال انه هيتصرف وهيحجز لنا في شرم ولا الغردقه ولا السخنه. احنا ايه اللي ودينا لحته الصيص دي؟ احنا طول عمرنا متعودين على مكان واحد بنصيف فيه. ما هو سجوني ما عجبهوش المصيف عم نول، وقال انه ما هيسافرش معانا هناك تاني. يغور في دهي، وهيصيفنا على مزاجه ولا ايه؟ معلش يا كبير، هو تغيير برضك. خبر يا وليد، خبر الاماكن اللي هيقول عليها جوني دي، اضف الى معلوماتك هذا الكتاب الجديد. هذه المعلومه جديده، بيتعاملوا فيه بالدولار. بالدولار. طب مش يمكن يجيب لنا اوفر زين؟ استنى لما يجي واسمع منيه. ماشي، لو الاوفر زين ماشي. والعيال فين يا بنت؟ شيعتهم عند خالتي جواهر. وقعت بسوده، مش دير ولي اللي عم تموت كل شوي؟ لا، دكهيتي خالتي غوايش، دي خالتي جواهر. ده ما غارت علي بابا لو وقعنا فيها دي. سربرايز. ازيك يا كبير؟ الحمد لله، لقيت لك حته دين اوفر في بورتو السخنه جامد بنتي. ايه الاوفر ده؟ خد عندك اسبوع اقامه، فطار، غدا، عشاء،
برايفت بيتش، غطس وسفاري. بس دي تلقاه يعني مقطف فلوس. انا هعمل معاك واجب يا كبير، شكلك معذور. انا هعزمك انت وهدية. صح يا سجوني. استني يا بنت استني، يعني خبر زين ده فندري بوق وزلنطحي. ده الباسورد بتاع الايميل بتاعك؟ باسورد ايه يعني؟ يقصد كلمة المرور يعني. يعني خبرك ندل، بتقول اي كلام، تعمل من البحر الطحينة وتخلع. بص يا كبير، انت معذور، لحد النهاردة الظروف ما سمحت لكش انك تعرف جوني الحقيقي. جوني اللي انت تعرفه هو جوني الفيك. بسم الله ما شاء الله، انت احسن كتير. ده كله بفضل مجهودك يا دكتور. يبقى الحجة سما انت تاجي معنا السفرية دي. اجي معكو فين؟ سجوني جايب لنا اوفر في بورت السخنة، بيقولوا انه جامد بيتي. هايل. ده هيفرق معها كتير صحيا ونفسيا. والنبي يا حجة تاني معانا. ومين قالك اني مش عامل حسابي؟ سام كده كده معانا. طب واشرف، نجيبوا اشرف معانا. يعني هنحتاجوه اكيد. يعني الغفير بتاعي يعني دراع اليمين، افرض عايزين حاجه حد فينا غرق مين ينتش له. ماشي ماشي يا عم، واشرف معانا. وبعزك. بعدك بيبقى كيف النسبه في المصرف؟ انت هتزيط وابو بلاش كتر منه خلاص. انا عامل حسابي خلاص اني عازم سام، عزمك، عزم هدية، أشرف، هدرس. هدرس؟ اللي جاب الواد ده معانا. ما أنا خلاص اديته كلمة، يعني مش عارف. وبعدين أنت اللي هتدفع حاجة من جيبك؟ أنا اللي هدفع. كده يبقى اتحلت. أنت مالك؟ مالك من أساسه؟ إيه اللي موقفك هنا من تتعبر؟ برا. نو نو نو، هيز ماي دكتور. لا أوكي هاني، عنده حق. أم سوري، أستأذن أنا. بس هو عنده حق طبعًا، يجيب هجرس هو اللي هيدفع يعني. ما أنت هتجيب بعزة وأشرف و... أوكي. سيو مان. سيو، تحياتي. اوف يا كبير، مش كنا روحنا مع جوني في العربية بدل ما احنا قاعدين في الحر والقرف ده؟ جوني ايه؟ انت خاب العربية جوني دي عاملة كيف؟ مزبلة، كلها ستبات وعقاب سجاير ورق بفر مكرمش وفرافيت من بسكويت لسمه دايجستف. ده حاجه يعني غريبه، وطول ما هو سايق ياكل في مطبات ياكل في مطبات. يعني لو كنا راكبين معك كمان رجعنا على بعضينا. بعدين هو قال لي هو عايز يسبق قبلينا بشوي، عايز يروح ياكد الحجز ويدفع الفلوس. هي الرحله تبقى رحله من غير الاوتوبيس يا حماتي، ده كفايه اللمه. طيب انت يا هديه. بصوا بصوا، مش الدكتور اللي قاعد هناك ده؟ شكر جدا. أنا مالك يا دكتور؟ اتفضل يا أستاذ. الأجرة جنيه يا دكتور. نعم؟ الأجرة جنيه يا دكتور. أنت هتزيط ولا إيه وأنا راكب لوموزين؟ وبعدين أنا فاكرك كويس يا ولد. أنا مش عملت لك قبل كده الزايدة وكان ليا عندك نص جنيه؟ أنت لسه فاكر؟ أنت بخيل قوي يا دكتور. يلا غور. بس إلك. مش ممكن. ايه الصدفة السعيدة دي؟ اشوف اتطلع. ايه يا جماعة، انتوا جايين تودعوني ولا ايه؟ لا ما تقولوش، هنسافر مع بعض؟ ده دي صعبط يا دي، انت هتصعبط فيه. ما انت خابر زين وسمعنا بودنك واحنا بنقول هنسافر. ايوه انا سامعك صحيح، بس ما كنتش عارف ان احنا هنسافر في نفس الوقت. ايه التزامن الغريب ده؟ ذات مومنت. طبعا هتقول لي بالصدفه برضك هينزل معانا في بورتو. سبحان الله. لا 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 لا، انت ظلمتني. انا فعلا رايح السخنه بس مش هنزل في بورتو. انا و12 صديق ليا دكاتره برضه اطباء بس امتياز، اجرنا شقه على الجبل، فيو رائع. يعني خابر نوع شقق ده بيبقى مشبوه، خبرين بيبقى دايما فيه مكتب معطل من زمان، ويطفوا سجاير مع بعض في شاي بلبن، ويناموا اكسي عكاس وريحتهم شربات. وكأنك كنت معايا وانا باجر الشقه يا بس بجد يا دكتور رامي، دي صدفه سعيده جدا. احنا بقى هنشوفك هناك لازم عشان نخرج سوا. احنا بنهزر ولا ايه؟ نشوف بعض طبعا كل لحظه. انا عامل بروجرام هايل يخلينا كل لحظه مع بعض. انت ادلنا يا عم، انت كيف جاي بالصدفه ومحضر بريتران؟ يا دكتور، امال العيال وامهم فين؟ ما يصيفوش معاك ولا ايه؟ لا يا مدام هديه، انا اظلمهم ولا ايه؟ طبعا هيصيفوا، المدام هتصيف عند مامتها في طنطا. ايه ده؟ هي طنطا فيها بحر؟ لا فيها مشبك، هجيب لك. هاي الصفاني. ايه يا عم الكوميديان؟ اقول لك ايه يا هديه؟
يبقى انها تبقى رحله يملاها المرح والفرح وروح الفكاهه والافيهات الوحديه اللي الواحد بيقولها ويضحك عليها لحاله والناس تضحك على ضحكه فتزهزه معاه يفكر ان هو كوميديان. يا كبير بقى يا اخي الحاجات دي بتتنظر ما تقطعش. هيلاريوس وي ميكس مي لاف. مدام هديه هيلاريوس دي لا تكون بتشتم قصدها يعني انك بتعمل حاجات فانتاستيك. اه فانتاستيك اوكي صح فعلا. بيتك يا اساتذه اتوبيس 8 اللي طالع بورتو وصل. يلا بينا. استنى يا اشرف ما تشيلش الشنط الدكتور هو اللي هيشيل. ايه ده؟ شيل. حاضر حاضر انت راح. I'm sexy and I know it. 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 مساء الخير يا فندم. مساء النور. ايه ده؟ ويلكم درينك حضرتك. يعني ايه خمره دي ولا ايه؟ لا يا فندم عصير فريش. يعني مفيش فيه ولا 1% كحول؟ لا يا فندم ما عندناش كحول. طيب نزل. دقيقه بكام الواحد؟ بلاش حضرتك. بلاش؟ نزل نزل الصينيه كلها وروح جيب طقم ثاني يلا يلا يلا. خذي اهدي. اشرب يما. تفضل يا حماد. اشرب يما. يا دلي اداي انا وعيد السنه. بتعمل ايه يا كبير؟ بعملش حاجه. شايفك قاعد بحلق في الخواجات بحليق. لايك فاذر لايك سن. انت عزيته هي زيته وخلاص ما فيش حاجه. انا عم بقول كلمتين زنين للناس الاجانب دول سياح لازم نقولهم كلام حلو عشان السياحه بقت كيف شطفت الحلاوه الحمصيه. بقول لك ايه يا كبير؟ لو ما لميتش نفسك هتبقى سفرين طين الطين. ما خلاص عادي يا ولدي خلاص قعدنا اطفحي. مش عايز اسمع اي مشكله من اي جيست. ها ما تنسيش جو. تقعدش تبص كتير يا كبير انا قلت لك هو ايه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا نورتوا بورتو يا خالد. اهلا اهلا عمر صلاح. ايوه خابر سيني سي بيطلع برنامج اهلا من التوينت. ايوه بنتابع برنامجك ليل ونهار. لا يا فندم انا عمر صلاح فايس مانجر هنا في الاوتيل. طلع شغال هنا. بس حضرتك عندك حق برضو ساعات الناس بتخلط بيا وبين ناس كتير زي جورج قرداحي عمر الشريف علي الشريف. لا ما تزيطش مع اني ما تعيشش في الدور خلاص. ما تندمنيش اني قلت لك كلمه. نورتونا يا فندم. بنورك قصر. احنا دلوقتي جايين من الصعيد مرهقين ومفرهضين عايزين نطلع وضنا جابوا لنا حاجه نشرب. ايه العصير؟ إيه؟ عصير خاص يا فندم خاص. تمام. شفت يا ولي قاعد تقول لي ده ميه تقول قاس. اقعد افتي. معلش عايزين نطلع وضنا. طبعا طبعا هنده البلمن حالا يا فندم. بس قبل ما حضرتك تطلع الاوضه محتاجين مبلغ صغير عشان نحجز الاوضه ونحطه تحت الحساب. وجوني ما دفعش حاجه؟ لا يا فندم ما دفعش. ده احنا حتى كنا هنلغي الحجز لولا ان حضرتك جيت وشرفتنا ونورتنا يا فندم. اهلا اهلا اهلا. معلش يعني سؤال. تحت امرك. يعني انت ليه فاشخ ضبك؟ ليه طول الوقت عامل كده وانت لا تعرفني وكنت تلغي الحجز وكرهني؟ انا حاسس الكره يعني في النيجاتيف فايبس طالع كيف ما بيقول العيال الصيص. لا يا فندم ده دي اول رول عندنا هنا في المكان لازم نبتسم لاي جيست يا فندم. ده احنا حتى ساعات مش بنبقى ضايقين الجيست او الشغل يعني يا فندم بس لازم نبتسم. حضرتك مش جيست برضه؟ جيست ايه؟
قست الضغط يعني؟ جست نزيل يا فندم. نزيل ايه طبعا جست كلها جسات. اهلا وسهلا نورتنا يا فندم. مبلغ بقى صغير عشان دقيقة اتفضل. الو ايه يا جون انت فين يا بص للاسف يعني انا مينيمم قدامي 4 ساعات عشان اوصل البورتو. حصل حاجات غريبه جدا يا كبير، لو قلتها لك هتفتكرني بكذب. في عجله فرقعت على الطريق وطلع علينا ناس بجلاليب وبرشاشات ضربوا علينا نار. طبعا هدرس جري بس انا جبته تاني في العربيه، وانت عارف ان انا صايع جدا في المانوفر والسواقه. هربت بس حصل خسائر يعني، تانك البنزين اتخرم مش قبل 7 ساعات عشان تتصلح الحاجات دي. عاوز حاجه يا كبير؟ واه ربنا، في واحد عامل ابتسامات سخيفه طول عمر. صلاح يا فندم. خلاص اسمه عمر يقعد يبتسم لكل الناس وقاعد يقول لك يا اخي ابتسم هناك وروح ابتسم هناك. اهدي قاعد عايز فلوس. ايه ما دفعتلوش انت؟ ادفع له يا كبير. انت مش قلت لي هتتولى كل حاجه وقلت لي مالكش دعوه؟ ثاني حصل ظروف. ادفع له ابقى حاسبك بعدين. مش دافع. براحتك بس هات الرجاله كده اشرف واللي معاك وادهن نفسك انت وهم سان بلوك وخده تان كده قصاد الفندق عقبال ما اجي. مينيمم 7 ساعات. ما تدفع يا كبير، ادفع وابقى حاسبك ومش هسرقك يعني. انت عارف ان انا راجل حقاني. اهم حاجه تحافظ على الوصولات ريسيتس عشان احب احاسب بالمليم. ايه ده؟ كبير احنا داخلين على لجنه. سلام دلوقتي سلام. هدرس ارمي الجوينت بابا، ارمي الجوينت. انت ايه مالك بتعمل كده ليه؟ ببص لك من فوق لتحت. ما انا واخد بالي بس انت افورت عملتها 7 مرات. اللي يبص لحد من فوق لتحت بيعملها مره واحده. انت بتبص لي كده ليه؟ بصراحه يا سيدوني ما كنتش متخيل انك كده. هو ايه اللي كده؟ لا مؤاخذه يعني في الكلمه سيس. ايه 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 اي 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 انا سيس؟ ليه سيس؟ مش انا اللي بقول كده يا سيدوني. امال مين؟ تصرفاتك اللي بتقول كده. امال تصرفاتي يا استاذ هدرس؟ اول حاجه كدبت على كبير وقلت له ان احنا بعيد واحنا عند البورت اهو. تاني حاجه دبسته في الفلوس وانت قايل له انك هتشيل الليله. طيب قول لي يا هدرس بيه، يا هدرس باشا، انت بروح خالتك من ساعه ما بدانا الرحله لحد دلوقتي دفعت جنيه واحد يا معفن؟ ها حتى لما جعت قلت لي عايز اكل لمبوزه لمبوزه بسكويت اسمه لمبوزه جبتهولك طفحته وقعدت اكل زي الحمار فرفدت في كل حته كاني نشر في 2 كومودينو في العربيه ما فتحتش بقي. يبقى مين فينا لصيص؟ خلاص يا سيدوني خلاص. لا رد، مين اللصيص؟ خلاص خلاص يا سيدوني. طب انزل من العربيه. انزل ليه يا سيدوني؟ عشان انا صيص بنزل صحابي ونادل. انزل يلا. لا 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 وهي سيس دي حاجه وحشه. حاجه وحشه. انا صيص يلا. لا طب ما انا كمان صيص يا سيدوني. لا انا صيص. طب اقول لك ايه رايك ناخد الكبير النهارده ونقول له ان احنا هنعزمك على عزومه سمك زين ونروح المطعم ونقعد نطلب ونطلب ونطلب ونعزم كل المودودين ونتسحب انا وانت نقول له هنغسل يدينا في الحمام ونغسل يدينا ونهرب. Guess what؟ What؟ I like فكرة devilish شوية. انت عارف ممكن نعمل ايه كمان؟ ايه؟ واحنا عند الحمام اللي ورا ده في بيبقى واد صغير كده ماسك كلينكس بيديل وانت قاعد في الحمام بيبقى سامعك وسامع كل حاجة وبيكسفك ويجيب لك امساك، عارفه؟ ناخده معانا كمان نخطفه. ليه؟ ما نربيه بقى يبقى برضه زينا بيفكر بطريقه كده يبقى سيس زينا ونكبر كوميونتي سيس ونبقى كوميونتي سيس سيتي. بجد يا جوني انا زعلانه منك جدا على اللي عملته ده. انا مش عارف اقول لك ايه. ده كان حادثه غصب عني، العربية عملتها معايا، وبعدين يعني أكيد أنا مش هقصد يعني أدبس الكبير. ومين اللي قالك إن أنا زعلانة إنك دبست الكبير؟ أنا زعلانة من حاجة تانية خالص، زعلانة إنك ما خدتنيش معاك. أنت يو كانت إيماجن عملوا فيا إيه في الباص، هاو إمبارسينج إت واز. أنا معلش قادر أتخيل، متخيل. أمال أنا اختفيت ليه؟ هما فين دلوقتي أصلاً؟ لسه مكلمها دي تصور قالت لي ايه؟ ايه؟ قالت لي هنشر وانزن لك يا حماتي. هنشر؟ يس. قلت لهم ارموا هدومكم دي للاندري في الاوتيل. تقول لي احنا برضو نضيع فلوس على كده. قالت لي كلمه عجيبه. قالت لي هو انا كتعه؟ كتعه؟
Unbelievable. لا بصي اقول لك على حاجه، يعني اعملي زي هما يومين وهيعدوا بالطول بقى بالعرض يا واقعة برافو. بقول لك اعمل نفسك مش من هنا، مش من هنا، مش من هنا، استخبي. ايه يا جاسوس انت؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ايه اللي انا عملته؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ ماله لبسنا؟ كبير؟ ويك اب. مش ده ايطاليا 90 كاس العالم؟ صح؟ ايوه هي. احنا في 2014 2014 يا ظالم. وايه يعني؟ تيشيرت كلاسيكي. وبعدين يعني التيشيرت دي يعني من اهم التيشيرتات اللي عندي. ليها عندي ذكرى خاصة. هي صحيح مقرطة شوي بس عادي يعني المصيف بالنسبة لي ما يبقاش مصيف من غير. طب يلا 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 نفطر ونخلص يلا. هو ما فيش جرسون يجي يشوف طلباتنا ولا ايه؟ ايه الفندق الزفت ده؟ الفندق مش زفت يا هدية، انتوا اللي جهلة. الأكل هنا أوبن بوفيه. ياه يا مفيش بيض وبصلة وجبنة قديمة؟ ايه أسف الغباوة دي؟ الحدة بتقول أوبن بوفيه، يعني زبدة ومربى وباتون سميد. أيوه يعني هنعملوا إيه دلوقتي؟ هيجوا يفرقوا علينا وجبات يعني ولا إيه؟ يا جماعة يا جماعة بس يا بنت بس كفاية فضايح عاد. اهدى بهايم لا مؤاخذة يا أمي ناس جهلة. ايه ما رحتوش فنادق زينه قبل كده؟ الاوبن بوفيه ده يعني انت بتقعد بمكانك وحد بينادي على اسمك بتروح تدي له كابون وبيديك الوقت. كابون؟ فين الراجل بتاع كابونات؟ يا كابونيست يا كابونات. بس 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 انا هشرح لكم يعني ايه اوبن بوفيه فور داميز. عباره عن ترابيزه طويله عليها اكل كل انواعه واصنافه، وانت لما تجوع تحط وتاكل، ما شبعتش تحط تاني. فول ستوب. يا جماعه الاكل ده كتير، اكيد هنرميه. نرميه ليه يا جنبيه؟ هناكله كله وهنخلص عليه. يا جماعة طب ما في حاجات كتيرة جدا ممكن نعملها في المصيف غير الأكل. ممكن ننزل بول، ممكن ناخد تان. طب ثواني يا سيدوني، أروح أديب صحن البليلة كمان وأكله ونتكله على الله. صحن البليلة إيه يا بني آدم أنت؟ دي تشيكن مشروم سوب، يعني شوربة. شوربة؟ ولا أقول طعمها حمضان كده ليه؟ أنت متخلف يالا، يعني بغض النظر أنا فاكر الشوربة بليلة، يعني حاسس إنها حمضانة وراح تجيب طبق تالت؟ أنا كنت فاكرها بليلة يا سيدوني. حيوان! أنت آخرك تصير في ترعة المريطية. اشرف انت بترضع يا اشرف؟ اشرف بابا عندي بيه. طب اخلصوا بقى كفايه فضايح اخلصوا. استنى استنى عايزين نشوف اخوك فين الاول. يا عم اشرف ما تبطل بقى. هو الكبير فين؟ في الاوبن بوفيه. ما كلنا في الاوبن بوفيه. هو القلب الاوبن بوفيه. يا فندم حضرتك مش هينفع تقعد هنا. ليه ما ينفعش؟ نفع ها؟ بعدين انت ايه اللي مضايقك؟ مش فاهم. حضرتك مش مضايقني انا، بس مضايق الجست. لا 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 ما حدش متضايق ولا حاجه. بعدين اللي عاوز حدا بيجي بلفت قاله عادي يعني. حضرتك ممكن تروح تقعد على ترابيزتك والاكل اللي انت عايزه هجيبه لك لحد عندك. ما اسمعني عادي يا ود ابوي. انا جوي كورنفليكس والبتيبان والمتيبان ما ياكلش معايا. لازم ناكل فول وباذنجان وفصاره. اهدوا ودك فطاري. بقول لك ايه بدل وقفه كبيره روح جيب لي 12 رغيف شامي يلا. بتفرقني يا عم انت تصورني ولا ايه؟ لا اله الا الله وانت يا هديه ما تنزل يا عم. الزبده خلصت يا كبير والنبي قول له جيب لنا زبده معاه. يا ريت ماكو زبده. عامله كم بيضه لحد دلوق؟ كد سته. تدنيتها يا وليه بس. الطاسه بتاعتهم ضيقه كيف الكنكه. يا حج والنبي جيب لنا طاسه معاه. جيب واحدة أكبر من دي. قلت لك يا كبير نجيب الطاسة بتاعتنا معانا. نقعد نجيب الطاسات ونمشي بطاسات يا هدية.
اسلحي يا بنت اسلحي. يلا يا كبير. لا خلاص ما نزلش. لا يا كبير ما منزلش. لا لا ليه يا كبير الميه حلوه قوي. يا شيخ الطاهر معقول؟ شو اللي عم بصير هون؟ لا كيف بفوت هيك عالم على اوتيل فايف ستارز؟ مش عارف مش عارف ايه الهبل ده؟ انبليفبل يعني ناس شكلها كده تخش ازاي فندق زي ده؟ هاي هاي ماي نيم از جوني رانيا نايس نيم ثانك يو وانتي؟ ايمان انتوا صحاب؟ اها مصلحة انتي بتعودة تيجي هنا دايما؟ ايه على طول بيجي لهون مرتين بالسنة نايس هو ده السردين يا كبير سردين ايه؟ سردين ايه؟ قدفتي ده هجين بطريق على درفين ده بطريق وقديه درفين طب خليني اركب وقديه على الدرفين عمرك رحتي حتة اسمها راس شيطان؟ لا يبقى لسه ما رحتيش حتة عن جد أمال راس شيطان دي حتة كلها عارفة بدون ستايل نار جبال هاتس كلها بنبات في هاتس بريمتيف واو حبيت وأنا كمان حبيت أشرف عايزي اديني الكاوتش ألعب بيها يا بدر راح أتفرج في الكبير اللي خد السمكة بتاعتك أنا اللي اديتها له المزاج ايه هو اللي خدها مني تاني يا اسف النبي عشان ما عنديش طول لا ما عدى عليك انت تاني يا اسف لا ما عدى عليك لا ماشي تبهر انت هات 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 طب بقول ايه يعني ممكن دي رقم تليفونك كده لما نتكلم اوكي زيرو واحد 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 دان 5-1 يس الواحد ما سمعش الحاجات دي من زمان 8 ده فصل شويه بس قشطه هالو مستر جوني اوه شيت هالو بيبي هاي ايه يا دكتور ايه انت ايه اللي جابك الفندق مش انت كنت واخد شقه في الجبل ايه اللي جابك انا يا جوني لقيته يا حرام هيقعد اليوم بحاله لوحده في الشقه على الجبل فعزمته يقضي معنا يوم على السويمنج بول فعلا جوني الهانم كتر خيرها اتصلت بي عزمتني ان انا اجي فانا كنت لازم اتعزم وبعدين يا اخي المصيف بيحب اللمه ثم انت في لمه يلا بينا يا دكتور ربيع تحب تنزل الميه الاول ولا ناخد درينك الاول لا طبعا المصيف يعني ميه مع ان درينك يعني ميه برضو ايه انت قالش موت قالش جدي ايه انت سو سويت اسبين اوكي باي باي جوني استاذنك اسيب حاجتي معاك اوكي بليز وصلي بليز ده ايه ده كيس ترشي لا لا ترشي ايه دي غيارات جوني خد بالك منها دي سينيهات كلها الامبراطور يلا سي يو ها مين هيدا جوني ده الامبراطور ده الدكتور دكتور 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 في الطاقة النووية من هولندا بصي هما دايما العظماء بيبانوا متخلفين وريتاردي ومش مظبوطين هو كده هو كده المهم الست الراقية اللي كانت جنبه دي بقى دي امي يعني لو تلاحظي قد ايه راقية وهانم صح ادي وين ادي تعال هاتوا هو كل حد هتاخدها يا كبير هاتي يدي مش عارف دي ايه هتعمل بيهم ايه يعني حاجات طع بيهم بقلاوة البسهم في يدي بس دول بيتلبسوا في الرجلين لا يا راجل وريني كده تزعل يا كبير ولا قوم يا انزل من البتاع ده انزل لا انزل ايه لا لا انزل ايه بابا Mama!
بيدرك يا كبير. العبوني برك بيدرك. برك بيدرك. احنا كنا بنقول ايه؟ 0 5 1 8 واحد برضو رجعنا تاني. رجعني بسرعة. ايه ايه قولي 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 هيك قولي الارقام بسرعة بعد الوحدة. اجوني الواد اشرف والواد ادرس عملوا بيبي في البسين. لا لا ما عملتش. لا عمل لا واكتب اللي انا عملتها عند الدش هنا. يبقى اعملها مرتين، مرة في البسين ومرة في الدش. نايس وان. بيهزر بيهزر. يلا بيهزر. يلا أخرخه. بقول لك ايه جوني، شفتني ولا كبوري؟ ربنا ياخدكم. خلص اعمل حج، فين الراجل اللي حيغطسني؟ طالع حالا يا رئيس حمدي. انا عملت صياد وصيد السبكغيه، طلعت لي واحده بياض والتانيه بلطيه، الرزق بالله والاعمال بنيه. مصري جميله مصري جميله، خليك فاكر مصري جميله. ايه ده؟ الكبير حمدي كاتب. الحمد لله على السلام. ازيك يا كبير؟ الله يسلمك. انت بتعمل ايه هنا؟ جاي بصيف. انت اللي بتعمل ايه؟ انا بقى لي طعميه هنا في الـ يعني انت شايف واحد لابس لبس غطاسين وراكب مركب، يبقى بيشتغل ايه؟ بيصطاد جمبري؟ انا كبير الغطاسين في المنطقه هنا. يا جماعة بربا، هو انت اللي هتغطسني؟ انت عندك مشكله في كده؟ انت بتستهتر بيا يعني؟ انا من المواهب المدفونه في البلد دي. انت بتصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا اول شغلانه اشتغلتها اشتغلت غطاس. انت كذاب يا حمدي. والله زي ما بقول لك. لا كذاب. انت شفت الغطس فين انت ولا عرفته منين؟ فين شفت البحر انت ولا شفته فين؟ في الصرف الصحي. في فرق كبير بين الخنفري اللي بيعوم في الفضلات وبين الغطاس اللي بيعوم في الشعب المرجانيه. يا كبير ما تحبكهاش، دي ميه ودي ميه. لا دي ميه بطينه ودي ميه عاديه. انا كنت بنزل بقى في ميه معطره. انت عندك مشكله في كده؟ وبعدين مش عايزك تقلق مني في حكايه الغطس دي. صدق وتامن بالله كانوا مسميني ايه؟ القرموط. انت ولي حصلت بسريائي. انت هتقف تيجي معايا؟ فين الناس اللي هضربهم الغطس اللي معاك دول؟ يعني احنا دلوقتي حماتي كيف فيلم جزيرة الشيطان، هنلبس دي وننزل البحر نلقوا كنز. كنز ايه وجزيرة شيطان ايه دي؟ ده الاكسجين اللي بنتنفس بيه تحت المي. كيف السمك يعني؟ ايوه كيف السمك يعني. الله اكبر. الله الست هدية، انا سمعتك بالصوت والله. دور وشك يا عم انت. خدها يا عم نظرة على قد شايف حاجة. خرب بيتك وما هنغطسنا كيف يا عم؟ والغطس ماله مال النظر؟ الغطس ده عايز ذكاء وايد ورجل. لف لف. اها يا سيدي اها. روحوا غيروا هدومكم دي. عايزنا نغير ليه يا كبير؟ محزقة. وكيف الباور رينجرز؟ مالهم الباور رينجرز؟ ذير فيري نايس. بقول لكم ايه، انا هلاقيها منك ولا من القرنط ده. ايوه عايز حاجة؟ لف يا عمي. اللهم على عيني خالص. انت مش شايفني؟ لف يلا روح روح. يعني ايه جرايه كبير؟ طول عمري لبس الغطس شكله كده، وانا عن نفسي مش هغير. وانا كمان. وانت كمان ايه يا ولي؟ وانا كمان هخش اغير. خلاص يا كبير مشي واغير بقى. كبير جارك اهو يا عم حمدي. خرب بيتك حتموتني. ايوه انا معاك اهو يا عم. انت بتشككني في نفسي ليه؟ انت حافظ الارشادات بتاعت الغطس ولا هتتعبني معاك؟ ليه دي؟ يعني عايز تقول كله تمام، تعمل ازاي؟ توقف زين وتعمل في ده؟ ده كلام كتب فزلكه، خليك معايا انا الخبره اهي. ايه دي؟ كده يعني 100 فل و10. لو لقيته بيلعب كده يبقى هديك اشاره صفر.
انت بتفتي يا عم انت. اذا كان استاذ عزة العلايلي طول الفيلم عمال يعمل كده كده لما جاله كرمب في صباعه. مش فيلم ايلات؟ هو ايلات. مرة اللي مضربهم. خليك معايا بس مش عايزين يوعي كتير كده. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انجز. هيتعبني معاه بس. لما خليك معايا بقى لما ننزل نغطس تحت عينك عليا ما تسيبنيش ولا هفهمك. اول ما تلاقيني بتعمل كده اعرف ان انا بغرق. ايه يا كبير؟ مش ده الدكتور ربيع؟ ايه الصدفه السعيده دي؟ مدام سامانتا والكبير. صدفه؟ يعني اساس ايه ان احنا مكملين بعض في مجمع التحرير في قسم الجوازات دي؟ احنا في عرض البحر. لا صدفه، انا متعود يوميا اخد البدالو لغايه البلاج وبعدين اخد التوك توك يوديني للشقه اللي قلت لكم ان انا مأجرها على الجبل. بس سبحان الله يا كبير، طلعت في دماغي النهارده ان انا انزل البحر عشان اجيب شويه حاجات. سجاير بلمونتي وربع رومي. الله يطاعك. لا لا لا، انا قلت اجيب شويه بولتي على شويه بوري على شويه قواقع، اصل انا من هواة جمع القواقع. الله. بجيب القواقع بديها الوان كده وبعملها طفايات ببيعها بس ارزق في وقت فراغي. يعني مكافح سيلف ميد مان. اطلع معانا يا دكتور ربيع اغطس، مش معانا بدل زياده؟ لا انا والله بدل بس نغطس، هغطس بالحاول، عايز اخلص. لا مفيش بدل. انا عمري ما حضرت مناسبه وانا لابس بدله حتى فرحي. انا جايلكم حالا، بس استاذنك يا كبير ارميني طوق النجادة. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. سيدوني مالك في ايه؟ ما ماليش. مالكش كيف؟ ده من ساعة ما دقنا وانت واخد في وشك وماشي بعيد عنينا. شكلك كده مش مبسوط. جاس وات وات. انا اكتر انسان مبسوط في الدنيا، فرحان بيك بجد عشان انت ذكي. اي حمار في الدنيا هياخد باله ان انا متضايق، لان انا متضايق بجد وقرفان وعايز اقطع شراييني. تكونش زعلان عشان الكبير والست هدية غرجوا الراجل للغطاس اللي بيدربهم؟ ما عندهم حق يا سيدوني، الراجل ما كانش عاوزهم ياكلوا ملوح على المركب. يبقى انت زعلان عشان اشرف عمل بيبيه في المي. عنديك حق. يبقى انت زعلان مني يا سيدوني عشان عملت بيبيه عند الدش، بس انا ما اعرفش انه دش. سامع انت واخد بالك من نوعية الجمل والكلام اللي بيتقال؟ ما ينفعش يتقال الا فيلم خيال علمي، ما ينفعش يبقى في الواقع. حرام عليكم، حرام عليكم، حرتوني انا خلاص. رقبتي قدام كل الناس بقت قد الترتره، قد الترتره، مش عارف اواجه الناس. انا خلاص قررت ارجع المزاريطه. اي مكان في الدنيا هيبقى احسن مكان لو انتوا مش فيه. واه تروح وتسيبنا يا سيدوني؟ ده المصيف ما يبقالوش طعم من غيرك. لا ليه طعم، كلكم زيطين. انتوا تبستوا وانا بتشم. خلاص كنت قاعد قدام بنت زي القمر، زي القمر، بتديني رقمها، فاضل رقم واحد على اخر رقم، طفشتوها، طلع لي الكبير عامل لي فيها كابوريا من الميه، يقول لي شفت الكبير ولا كابوريا وعمال ينزل في الميه، افتكره مات يطلع تاني، ما بيموتش. خلاص يا زيدوني، ما تزعلش نفسك، ليك عليا من دلوك هشرفك، وهكون خير سفير للمزاريطه دول بورتو. بلا سفير بلا غفير. مبدئيا بلبسك ده مش هينفع تعمل اي حاجه، ده حزلقوم بيلبس احسن منك. حزلقوم مين يا سيدوني؟ قبل اي حاجه كده ما ينفعش حد يلبس مشجر على مشجر. دي عشان الكونتراست. شوف الفتي جاهز بالرد على طول، ما تسمعش سيمبلي، اسمعوا الكلام. ماشي يا سيدوني هسمع الكلام. يلا عاد عشان نلحق العشاء، حاكم انا هفتان وهموت من الدوع. عشاء ايه؟ يخرب بيتك انت لسه واكل من ساعتين طبق مكرونه قد كده، انت عندك دود في بطنك؟ لا بس الاكل ببلاش. وبصراحه يا سيدوني موضوع الاوبن بوفيه ده هيدنني، ده احنا طلع كان مضحوك علينا. جربوع. جود ايفنينج مستر جوني. اعرفك بنفسي انا وير ا مينيت، وير ا مينيت. عمر. عمر سما. عارف نفسك ازاي؟ اكيد من النيم تاج بتاعي. لا لا انا عندي استجماتيزم ما باخدش بالي من ضحكتك.
الكبير قال لي واحد بيضحك عمال على بطال. احنا سعداء جدا ان انتوا شرفتونا النهارده في الاوتيل، كلنا مبسوطين بصراحه. ميرسي ميرسي. مبسوطين جدا جدا والله. انا برضو مبسوط. بص يعني مش عارف اودي وشي منك فين. لا خالص مستر جوني، وبمناسبه الانبساط المتبادل اللي بيننا ده، احب اقول لك خبر لطيف حصل النهارده عندنا في الفندق. حصل عندنا حريقه. طب انا اعمل لك ايه يعني؟ عايزني اطفيهولك؟ شايفني شبه رجل مطافي؟ لا خالص يا فندم، في الحقيقه ان الحريقه دي سببها واحد من الجست اللي موجودين معاكم هنا في الفندق. مين؟ احنا مسكناه وهو متلبس، الاستاذ اشرف. اشرف؟ ده انت كبير بيراهن عليك، انت يا اشرف؟ حبيبي ليه بتشرب سجاير في الاوضه؟ ما شفتش العلامه بتاعت السيجاره اللي عليها اكروس؟ دهل يا سيدوني، كيف يا اشرف تعمل كده؟ انت ايه ما بتفكرش يا اخي؟ المفروض كنت تديه فرده شراب او لباس مبلول وتحطه على جهاز الانذار عشان ما يشمش الدخان، او كان ممكن تدخن وتنفخ الدخان بره في البلكونه. ايه ده؟ ايه الفتي ده؟ انت بتفتي؟ انت بتدخن اساسا؟ لا يا سيدوني، بس دي بديهيات. بديه ايه يا جوني بيه؟ انا ما بشربش سجاير. اهو اهو لعلمك اشرف في عبر الدنيا كلها، بس ما بيكذبش. شاطر يا اشرف. طب قول لنا، انا اتكلم بصوت عالي يا اشرف، تفتكر يا اشرف ايه سبب الدخان او الحريقه اللي طلعت من اوضتك؟ ممكن يكون دخان الجوزه. جوزه؟ ايوه. انت جايب معاك الفندق جوزه؟ الجوزه والمنجد اللي بنولع فيه الفحم. خرب بيتك، وانتوا لحقتوا تعملوا له فيش تشبيه امتى؟ لا بيه، ده الموديل ده دي جريمه ابشع. غور من وشي، غور. وانت كمان غور مع قميصك المشجر ده. وانا عملت ايه يا سيدوني؟ عملت بيبي بيبي في الدش. خلاص يا معفن يا بتاع لباس المبلول. يعني ده كلام يا مستر جوني؟ سوري مان، ام ريلي ريلي سوري. مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اودي وشي منك فين. زي ما بيقولوا عايز الارض تتشق وتبلعني. يعني انا مش نبهت على حضرتك واحنا بنحجز الغرف انه ممنوع التدخين في الغرف؟ حصل يو رايت. واقول لك على حاجه، والله العظيم اللي انت قلته بالظبط انا قلته لهم، حتى الكلام الانجليش ترجمته. اعمل ايه تاني يعني؟ علمهم حصل خير. الحمد لله ان احنا عندنا اجهزه سنسور على درجه عاليه جدا من الكفاءه، رصدت الدخان، طلعت الميه، غرقت الدور كله. او ماي جاد، بسيطه جدا. ام سوري، ما انا عارف ان سوري دي بقت كلمه سخيفه وبتتكرر. انا اسف. لا خالص والله، في كلمه تانية كنت قلتها. على العموم انا حصرت كل التلفيات اللي حصلت وايدتها لك في الورقه دي. دي تبة يا معلم. انت كنت بترول جوينت؟ لا دي عشان يعني تلفيات وكده. اوكي. ما توسعش مننا اكتر. بتبرمها انت؟ ببرمها عشان دي حاجه من الطفوله ممكن. طب بص بقى، دي انت برضو ايه، انت قادر يعني ابرمها بطريقتك. اوكي. وحطها بقى ايه على حساب الكبير. دي هتبقى تاني مره تعملها في الكبير يا مستر جوني. صح. وانت عارف يبقى الاخين دايما لما بيتولدوا واحد بيطلع طيب والتاني ند. انا بقى. طب بالنسبه لو في حاجات اكستراز يعني انت خدتها، انا على حسابي احطها على الكبير. طيب انك انت كمان ند. ايوه كنت ند. طيب عموما والله فرصه سعيده اني تعرفت عليك، وما اعتقدش اني هشوف خلقتي تاني انا. يعني انت لو عايز تجي لنا اتفضل في المزاريطة. يعني المزاريطة. تمام. فرصه سعيده، شرفتنا جدا. سلام. سلام. انا اسعد. باي باي. جوني، هترد يا جوني؟ انت عم تسموك ولا ايه؟ اهدى يا جو، ما ترد يا دي، ما يصيبك لا وانت يا جوني. رد عاد. مين الحمار اللي خبط كده؟ خبط ليه كده يا بني ادم انت؟ اهدى، امال فين جوني؟ جوني مين؟ جوني اخويا. مفيش حد هنا، دي قطة. انا اني خامر اوضته زين ولا ضارب رقم غلط ولا ايه؟ وانا بقول لك دي اوضتي. دي طريقه جديده في السرقه؟ سرقه ايه بالبوستر اللي انت لابسه ده؟ غور بدل ما تزعق على الحيطه. من
ايه المناظر جميلة، انت حلوة قوي يا مصر. اه امال مصر يا هاني ام الدنيا. انت عارف حضرتك انا اول مرة اركب التلفريك ده كان امتى؟ امتى؟ حالا. عمري ما ركبته قبل كده. زمان قوي كنت انا وداد في مشوار ما كده، فطلبت منه ان انا اركب التلفريك، فساعتها قال لي شوف يا ربيع ابني، ما هو يا اما تلفريك يا اما طب. وطبعا you were intelligent enough واخترت الطب. لا انا اخترت التلفريك الحقيقه. ساعتها مش قادر انسى، داد عيني احمرت قوي وورته زرقت وهبدني حته قلم، صوته اتغير كده، قال لي طب وحياه امك لا طب ولا تلفريك. الله، امال انت بقيت دكتور ازاي؟ خد شهادتك منين؟ لا خلي ده بعدين بقى، اصل ده موضوع يطول شرحه قوي والرحله مش طويله 10 دقايق وكده يعني. بس انا مبسوط، مبسوط جدا ان احنا مع بعض وان احنا قربنا اكتر بعد الحقيقه يعني. انت عارفه التليفريك ده بيبقى فيه 8 افراد او 10 افراد تقريبا حاجه، بس انا قلت لا لا، دفعت التيكت بتاع التنس قلنا ناخد راحتنا عشان عارف ان انت بتحبيش الدوشه والزحمه بتاعت الناس وكده. مين اللي قالك ده؟ انا فيري سوشيال، ده انا بحب الدوشه وبحب الناس الكتير، بحب الزعيق. ريلي؟ بجد؟ حس كيش ليه؟ مش عارف هل هينفع يرجعوا التيكت ولا ايه؟ دكتور ربيع بليز، انا عارفه انك عملت ديل مع الراجل ودفعت تذكرتين بس، فانسى الموضوع ده. مشا كيف؟ ما اعرفش يا فندم، هو ساب غرفته وعمل تشيك اوت من الفندق خالص. على فكره الاستاذ ده كان معاه شايل له شنطه وهو ماشي صح؟ ايوه صح. انت يا جحش انت خابر انه مشى؟ ايوه طبعا يا كبير، هو سيدنا هيخبي عني حدا، بس يا خساره مشي قبل ما يشوف الماتشنج. امال كيف يا جلوس الطيب؟ ما تقوليش سايبني عم اضرب في راجل وكسر عظمه وعم تشارك معي في ضربه. وانا مالي يا كبير؟ انا لقيتك بتقول حرامي حرامي، قلت هاتي ودب معاك. خرب بيتك، حياه ابوك يا شيخ، حياه ابوك، جيب لنا الراجل نعتذر له ونحبه على راسه. معلش يا فندم، هو مش عايز يشوف وشك خالص، بس الاعتذار الوحيد اللي ممكن يقبله ان حضرتك هتدفع له فاتوره الاقامه في الاوتيل هنا، هو ناوي يقعد حوالي اسبوع 10 ايام، هتكون على حسابك، وكمان حضرتك هتدفع لنا الفاتوره بتاعت تلفيات الحريقه اللي حصلت بسببكم. طبعا لازم تدفعه، عشان لو ما دفعتوش هيحصل لكم مشاكل كتير قوي، وفي الحاله دي هنضطر ان احنا نحجز على الشنط والاستاذ هاجرس. نحجزي على مين وشنط مين؟ انت ما مش هتتكلم مع مين ولا ايه؟ انت مفكرني خواجه اياك عشان البرنيطه يعني؟ اهي اسمعني زين، اللي قدامك ده عمده المزاريطه ومعاه فلوس كتير قوي، يشترك انت والاوتيل بتاعك ده. قولي له يا هديه اعمل بصر والبصيره. معلش يا كبير، اللي ما يعرفك يجهلك. خلاص يا فندم، مفيش اي مشاكل، يبقى تدفعوا لنا الفاتوره. ندفعه يا اخوي، ما ندفعوش ليه؟ تفضل يا فندم. قال لك الفاتورة، ندفع الفاتورة. الله العظيم هدي. مدي يدك في الشنطة شوف المحفظة بتاعتي. ماما هدي. ايه؟ بقول لك حبيبتي، اطلع الأوضة فوق الخزنة أربع اتنينات، هاتي كارت الفيزا بتاعي. ماشي. أنا أقول لك هاتي كل الكروت الفيزا. ماشي. وأي فلوس تلقيها. هدي. ايه. انت جبت معاكي الاسورة التعبان الشبكة اللي بتالك زمان؟ جبتها يا اخوي. بعنا الحمر جبتها. زين، يبيها معاكي بقى. ماشي. مشى؟ مشى كيف؟ ما اعرفش يا فندم، هو ساب غرفته وعمل تشيك اوت من الفندق خالص. على فكره الاستاذ ده كان معاه شايل له شنطه وهو ماشي صح؟ ايوه صح. انت يا جحش انت خابر انه مشى؟ ايوه طبعا يا كبير، هو سيدنا هيخبي عني حدا، بس يا خساره مشي قبل ما يشوف الماتشنج. امال كيف يا جلوس الطيب؟ ما تقوليش سايبني عم اضرب في راجل وكسر عظمه وعم تشارك معي في ضربه. وانا مالي يا كبير؟ انا لقيتك بتقول حرامي حرامي، قلت هاتي ودب معاك. خرب بيتك، حياة أبوك يا شيخ، حياة أبوك، جيب لنا الراجل نعتذر له ونحبه على راسه.
معلش يا فندم، هو مش عايز يشوف وشك خالص، بس الاعتذار الوحيد اللي ممكن يقبله ان حضرتك هتدفع له فاتورة الإقامة في الأوتيل هنا. هو ناوي يقعد حوالي أسبوع 10 أيام، هتكون على حسابك، وكمان حضرتك هتدفع لنا الفاتورة بتاع التلفيات الحريقة اللي حصلت بسببكم. طبعا لازم تدفعوا، عشان لو ما دفعتوش هيحصل لكم مشاكل كتير قوي، وفي الحالة دي هنضطر ان احنا نحجز على الشنط والأستاذ هجرس. نحجز على مين وشنط مين؟ انت ما مش هتتكلم مع مين وليه؟ انت فكرني خواجايك عشان البرنيطة يعني؟ اهي اسمعني زين، اللي قدامك ده عمدة المزاريطة ومعاه فلوس كتير قوي يشترك انت والاوتيل بتاعك ده. قولي له يا هدي اعمل بصر والبصيرة. معلش يا كبير، اللي ما يعرفك يجهلك. خلاص يا فندم مفيش اي مشاكل، يبقى تدفعوا لنا الفاتورة. ندفعوا يا اخويا، ما ندفعوش ليه؟ تفضل يا فندم. يلا الفاتورة، ندفع الفاتورة. والله العظيم هدي. مد يدك في الشنطة شوف المحفظة بتاعتي. ماما هدي. ايه؟ بقول لك حبيبتي اطلع الأوضة فوق الخزنة 4 2 هاتي كارت الفيزا بتاعي. ماشي. أنا أقول لك هاتي كل الكروت الفيزا. ماشي. وأي فلوس تلقيها. هدي. ايه. انت جبتي معاكي الاسوره التعبان الشبكه اللي بتالك زمان؟ جبتها يا اخوي. تبع عينين حمر؟ جبتها. ايه جيبيها معاكي فضلك. ماشي. معوزت مساعده يا كبير؟ بس يدي يا ابن الصرمه. ما تستقلش بيا يا كبير، انا معايا 5 جنيه كنت مكمرهم من سيدوني. والله كنت ناوي اركب البنانا بوت واجيب زلابيه وبطاطس بالعسل، بس مش خساره فيك يا كبير، انت اولى. قول يا ابني، قول يا قول. وبغي اركب البنانا. اتعشى من اللي حصل ده ما يكونش عكر صف اقامتك عندنا يا مستر كبير، وتكون لسه مبسوط عندنا. بقول لك ايه، بطل سخافه وابتسامات سخيفه على الفاضي، هات لنا حاجه نشربوها، رجلي ناشف. حالا الويلكم درينك يكون عندك فورا. عربي واحد ويلكم درينك للباشا وظبطه. هو ايه ده؟ دعاية المكان ايه ده؟ ده نايت كلاب جنبينا هنا. والله ده روح له كيف ده؟ حضرتك هتطلع بره الاوتيل هتشاور لاي طفطف تقول له عايز اروح نايت كلاب. ايه؟ طفطف طفطف. وانت تعرف ناس هناك؟ طبعا ده كلهم حبايبي. زين. طب سؤال لا مؤاخذه يعني، البنات اللي عليه دي يعني هروح القى كيف البنات دي على طول ولا نظام دعايه وبس؟ اروح هناك القى 4 تلفزيونات شغاله قنوات مختلفه وبنات لابسين بوليستر ويشيشوا تحت باطن في عرق وكلام من ده؟ لا خالص يا مستر كبير، الصور بتاعت البنات دي متصورين وهم لابسين كده وهم هناك. والله. طب بيفتح متى ده؟ الساعه كام ده؟ بيفتح بالليل حوالي الساعه 9 كده تقريبا. طب خلي واحد من اصحابك اللي هناك يفتحهم دلوقتي. اروح دلوقتي، اروح ادفع فلوس وادخل دلوقتي. ما ينفعش يا كبير، ده بيفتح بالليل، ده نايت، نايت يعني ليل، كلاب يعني نادي، نادي ليلي. ها؟ شوف انا مش داري عليك، المرة دي اللي شفتها معايا دي فيها طاقة تهد جبال، تصحى من صباحية ربنا تقوم تبلبط بالبيض في المي تتحدي لها 2 ساعة ترقدهم ويقوم مفجل لحد ثاني يوم الفجر كأنه شد لاينين كوك. بيني وبينك يعني هم 2 ساعة دول اللي عايز يعني افك فيهم عن نفسي. ها شباك بعضينا. ايوه. طب ما انا عندي فكره الطف. ايه رايك لو تاخد المدام وتروحوا انتوا الاثنين هناك؟ انت متجوز؟ لا. عشان كده مبتسم ومشرق للحياه. حقك حقك. طب بقول لك ايه؟ امر. مفيش صيدليه جارنا هنا. خير يا فندم؟ انت تعبان ولا حاجه؟ لا. بس ناوي اجيب منوم. أنا خارج أسهر.
اني خارج اروش. المنوم جاب نتيجه برضك 7 حبات مش شوي. يا كبير ماشي تتسحب كيف الحرامية قده ليه؟ رايح فين؟ أنا ما بتسحب شو ولا حاجة، حسيت حالي جعان قلت لنفسي أنزل أجيب لي بيتزايا استفت كرست عليها سلامي. ورايح تجيب البيتزايا وانت على سنجة 10 قده كأنك عريس؟ طب ما قلت ليش أجي معك ليه؟ أنزلك معايا في وسط الليالي وبعدين في إيه لما أكون متشيك يعني عادي، قلت لنفسي يعني يمكن اتفسح شوي بعد ما اجيب البيتزاي. وانت ما شربتيش المنوم البرتقال؟ شربته وحسيت ان راسي نملت هبابه ووخمت شويه، بس بعد كده قمت فايقه اكتر من الاول. بقول لك ايه، انا اخش اغير خلقاتي وانت روح قول لي بقيه الجروب يجهزوا على ما اجهز حالي. تهدي المره الحديديه كفاية يا اوفر كفاية، احنا جينا ديسكو عادي يعني ما جيناش مغارس علي بابا، بعدين الناس كلها عادية لابسة عادي وكيف اللي مهلبية. مش كنت الحجة سما انت جات معانا بدل ما هي قاعدة لحالها؟ حاولت اكلمها على الاوفر بس كانت نايمة تقريبا او حاجة ما اعرفش. ورد التليفون مش دي ست امك يا كبير؟ احترم نفسك يا حيوان انت، امي ايه؟ امي ما تجيش مكان كيف كده لحالها. حاشا لله يا كبير، ما هي مش لحالي. الا قولي يا دكتور، هو انت دخلت الجيش؟ لا يا زحمه، وبعدين ماما قالت لي انت تروح الجيش يا ربيع وتسيبني كده لوحدي. ماما جيبوا لي الليمون عشان نطر القعده. لا اهلا 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 يا كبير، ويلكم. لا احنا شربنا ليمون، لو انت مصر تعزمنا على حاجه يبقى يا ريت العشاء لان انا هفتان جدا. طبعا كيف النطاعه مع على حساب الهانم يا سيدي، لو متضايق انه على حساب الهانم اعزمنا انت. نطع نطع جرائي فيه ايه يا كبير؟ هو ايه اللي فيه ايه؟ ايه البجاحه دي يا امك؟ تهدي وانا اللي فاكرها غلبانه ومهدوده ونايمه في ظروفها القاها خارجه مع الشملول دي. وبعدين ايه اللي انت لابسه ده؟ انت ما دميت في حد يخرج مع واحده فرس ديت في ديسكو ولابس لها طه حسين في حفله تنكريه؟ Excuse me يا كبير، I love the combination of colors. It's very impressive. الألوان تجنن مع بعض. طبعاً الألوان تجنن مع بعض. أنا أساساً خريج فنون جميلة. أنت مش دكتور يا أنت. بعدين فرض إن خريج فنون جميلة. سوقين التاكسي بجوه يلبس وإيه لما أنت تلبس كبير. لا إله إلا الله. يلا يا أمي يلا اطلع فوق اطلع. بقول لك أنا مش عارفة أنام. ده اللي نزلني هنا. بعدين قلت ما يصحش إن أنا أخش مكان زي كده لوحدي. فكلمت الدكتور يجي يسهر معايا. دي غلطتي بقى ان انا نزلت قعدت مع الهانم هنا بدل ما اي حد يشحطها. اضربه بايدي. ويلكم يا جماعه. اهدي. ده الويلكم درينك بتاعنا. ابسنت. طب ده ببلاش دي ولا ايه؟ هو ده ببلاش. طب نزل نزل نزل. عندك كده. ميرسي ليك. اتفضل. خد يا هديه. امزعوا امزعوا يا رجاله. ده ببلاش. المشروب المجاني ده. من حلاوته الواحد لما يشربه يستخسر حتى يتكرع. امزعوا وزيه دي ما ينفعش. ده انتوا عارفين قبل هتشربوا ايه؟ والله ينهار يا حماتك، تلقاه عصير خص ولا كنتالوب. الله، انا من زمان جاي نفسي اشرب عصير كنتالوب او بطيخ او اي عصير. يا جماعه الابسنت ده فيري سترونج درينك، ده جامد جدا. مفيش حاجه تجمد علينا يا حجي. يلا يا جماعه ابلعوا. اتفضلوا. ما تضايقيش قوي كده يا هاني، نسيب الولاد ينبسطوا. بعدين دي بقول لك ابسنت يعني ما جاش.
هدي ردي على التليفون. ماشي. انت يا بنت؟ ايه. ردي على التليفون عاد. طيب. خلي عندك دم وردي. ماشي يا كبير، راسي هتطقع وزنام. التليفون جارك انت. قلت لك كسولة كسولة مرة كسولة، قلت لك الكلمة مرة خلاص نفذيها عاد. ايه الالوان اللي عملها في شعرك دي يا بت؟ شيء سبختيه ميتة دي. ايه دي؟ انت طلع لك شعر ميتة. سلمت الشوف شعري ايه؟ انا اقرا. كأنه الويلكم درينك يا بت. ما خبراش، احنا جينا هنا كيف؟ ما خبرش. الو. صباح الخير يا فندم. انت عمر صح؟ بالظبط يا فندم. عرفتك من سماجتك. ربنا يخليك يا فندم، صباح جميل ومشرق عليك، اتمنى انك تكون استمتعت باقامتك معانا هنا في الفندق. انجز. مش عايز اكون ازعجت حضرتك بدري قوي كده، احنا بس محتاجين حضرتك في اللوبي كمان 5 دقايق. اجيلك ليه ان شاء الله؟ وليه بعد 5 دقايق؟ علشان في مشكلة صغيرة يا فندم، الجست بتاع حضرتك عاملين مصايب هتوديكوا في 60 داهية. طب 5 دقايق ونازلك، يلا سلام. مع الف سلامة يا فندم، صباح جميل ومشرق. جيبها جمائل يا رب، ده بينه هيبقى مرر. ده ده طافح. خلص يا عمي، مصحيني من احلاها نومه وقلقني عشان ايه؟ ولا حاجة يا فندم، حاجة بسيطة، الجست اللي نازلين مع حضرتك عاملين مصايب زي الرز، هتوديكم في 60 داهية إن شاء الله. سايق عليك النبي، الضحكة السخيفة اللي عم تعملها دي بلاش منها، تكفلني. في إيه؟ أنا بقالي 20 سنة بشتغل في السياحة يا فندم، عمري ما شفت جست زي حضراتكم كده. ربنا يخليك، ودي بالمعروف. أقصد بالبشاعة دي يا فندم. لا بقول لك إيه، لو انت عاوز تكمل في مجال السياحة بتاعك ده، ولا عاوز تكمل في الحياة عموما يعني، حط لسانك جوا خشمك. ها؟ لان لما بصحى من النوم ما بشوف ايش قدامي. خلص فيه ايه؟ حالا يا فندم هوريك المصايب واحدة واحدة. ثانية واحدة. ايه ده يا فندم؟ انا ما خبرش يعني، كيف فندق محترم كيف ده يحصل فيه الحاجات دي؟ الجست نازل مع حضرتك يا فندم. ده لا، ده تقريبا جست كازاخستاني او اوزبكستاني، يعني يده يده. لا يا فندم، الجست ده نازل مع حضرتك يا فندم، حتى بالأمارة اسمه الأستاذ أشرف. سبحان الله، ذاكرة عنده قوية، ربنا ما بديش كل حاجة، يعني واخد منك القبول ومديك الذاكرة. سبحان الله سبحان الله. طيب يعني اعمل ايه دلوقتي؟ يعني ينفع كده يا فندم؟ يعني لازم يصحى، ما ينفعش الجست لو نازلين طالعين ما ينفعش يشوفوه نايم كده في الاسانسير، لازم حضرتك تصحيه. شوف حضرتك، يعني انا ما اقدرش، يعني انا على جبروتي ده كلاته ما اقدرش اصحيه. اشرف لو قام من النوم يعني ناقص نوم او حد صحاه فجاه يبقى موال موال. امال مين اللي يصحيه يا فندم؟ صحيح صحيح أصحي أنا؟ أيوة، بس أنا مش مسؤول. ها؟ خلاص يا فندم أصحي. في أصوات غير طبيعية بتحصل. سر أشرف سر أشرف جود مورنينج. خلاص نام 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 أشرف. أنا متهيألي إني سيبه نايم أحسن يا فندم، وننزل على السلالم كيف ما تحب.
تعال نشوف بقية المصايب يا فندم. وفي مصايب تانية؟ كتير يا فندم كتير، بس الأول حضرتك شكلك كده ما فطرتش، تحب حضرتك الأول تفطر ولا تشوف مصيبة؟ تشوف مصيبة ولا تفطر؟ ولا تحب حضرتك تاخد مصيبة مع سناكس؟ انت خاف، انت على فكرة يتكتب فيك كتاب في السماجة، كتاب في السماجة. يبقى نشوف المصايب، تعال نشوف الأستاذ حجرس عمل ايه. يلا بينا؟ تفضل. باي باي يا أشرف. يا باشي عايزك تطمن على الآخر، ما تشيلش هم حاجة، أيا كان اللي حصل يعني امسحوا فيه. هدرس هدرس ده نسبي، ده ولد مؤدب، بس هو بس يبان يعني شقي حبتين، عمل ايه هدرس يعني؟ لا مفيش، ظبطناه بيتحرش بواحدة جيست من أمريكا. لو بيتحرش بيتحرش؟ ليه هدرس ليه؟ والله يا كبير أنا ما فاكر أيتها حد من الليلة المهببة دي، أنا فكت على ناس بيضربوا فيا وبيقولوا إني اتعديت على واحدة أمريكانية. يا ما قلت لك يا ابن وأنت عيل صغير من أول ما شقيت، قلت لك نقي أي واحدة في البلد وأنا أتجوزها لك، كذا منك بتتحرش في الحلال يا. بقول لك يا حضرة، فين الست اللي تحرش بيها الحيوان ده عشان نتحرش بيها عشان نتعرف عليها ونعتذروا لها؟ قاعدة هناك هي يا فندم. جابت جدتها عشان تشتكيك، جابت جدتها. لا يا فندم، ده هي نفسها اللي تحرش بيها الأستاذ هجرس. هي على اليمين دي؟ ايوه دي قدم، دي قد جدتك، جدتك. بقول لك ما كنتش واعي يا كبير، ما كنتش واعي. طب هنتصرف وكيف دلوقتي؟ جاتني فكره، احنا نروح لها ونقول لها انه اهبل مش طبيعي، عنده حاجه في مخه، تعرف تعمل اهبل؟ ايوه طبعا. ورينا كده اعمل ايه؟ انت على طبيعتك يا دك ده، خليك على طبيعتك، هي تنفع برضه، بس احنا نحط له رياله او اي جلسرين او اي حاجه ونروح نقول له هو اصلا اهبل. فكره حلوه جدا يا كبير، بس هي مصممه تقدم فيه محضر وتحبسه. طب انا بقول يا كبير بدل السجن والبهدله انا اكتب عليها واتجوزها واسترها. اتهنيت يا انت، هتلبسها طول عمرك. بقول لك يا باشا، الموضوع ما فيش فيه حاجه، عيل صغير وشرب كاسين يعني راحت مني، تلقى خبط فيها ولا حاجه وما يقصدش حاجه هو يعني، وهي الثانيه يعني اتصلبطت فيها ست كبيره، اخر مره حد عكسها يعني كانت 1940 مثلا. الكلام اللي حضرتك قلته ده انا مقتنع بيه جدا، حضرتك تحفظه بالملي علشان لما شرطة السياحة تيجي هيفيدك جدا في المحضر. ده سخيف يا انت، اسخف مخلوق شفته في حياتي. طب بقول لك ايه، انا عايزك تجيب شرطة السياحة دلوقتي، ما تخافش يا انت، جيب شرطة السياحة. تعرف انا اعمله ايه؟ انا هقول لهم ان انت اللي عرفنا على المكان ده. انا؟ ايوه هو عرفنا ولا؟ ايوه هو ده يا كبير. كل المصاريف شهود، وهو اللي سجلنا الخمره بايديه، صح، وحط لنا كمان عارف ايه حبوب هلوسه، انت تعرف الاسماء. ترامادول. ترامادول وتامول. صورني ها، حط لنا ترامادول وتامول وتامول وكيرومول وبيروسول واي حاجه اخرها هول، اي حاجه يشري، وحط الحجاج وخلطها وسقاني وسقى الواد الهدرس اللي بيصور ده. ايوه انت، وصور وسقى هدية وسقى أمي أمي أمة إيه جاية إيه جاية إيه في إيه كبير؟ خش. إيه يا أمة؟ عندي صداع فظيع. انت زينة؟ زينة بس عندي صداع فظيع. وين كل دي؟ ايه ده جت منين الحاجات دي؟ وين اللي حصل امبارح؟ والله ما انا فاكرة يا كبير، كل اللي انا فاكراه ان انا كنت في النايت كلاب وصحيت على خبطك دلوقتي. الله، ايه اللي انا لابسه ده؟ ومش بس كده، صوتك مجهد، في اجهاد كانك مجهده طول الليله وتعبان. استنى بقول لك ايه، انا كنت لابسه كده امبارح. يا سلام، صباح الخير. ايه ده دكتور ربيع؟ انت
بتعمل ايه يا في اوضة امي؟ امك؟ انا اللي جابني هنا؟ انتوا عملتوا فيا ايه يا كلاب؟